Volta.
رئيس الجامعة أو المرشح لرئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد السيد حنفي، وكذلك مرحبا برئيس اللجنة المؤقتة لكرة اليد سي عبد الله رقشي، ومرحبا بكل الفعاليات الإدارية الرياضية الحاضرة وجميع الحضور الكريم والصحافة الوطنية المكتوبة والموقعة وكذلك المصورة. إذا مرحبا بالجميع في هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة والتي يحتفل بها اليوم ككل سنة، فأكرم الرياضة يحتفل بها وهي بمناسبة الذكرى 12 لعيد ميلاد صاحب سمو الملكية الأمير الجليل مولاي الحسن. Şey
الذي سيقدم كذلك السيد حنفي رئيس بلاد أسمار بهذا التذكار الجميل من الرابطة البيضاوية، الرابطة البيضاوية الإبداعية، ونائب الرئيس كذلك الذي يستخدم الشعار وكذلك الميدانية الإبداعية لهذه الرابطة البيضاوية. والسيد عاقل نائب الرئيس أو رئيس أذكر هدايا تقدم بطرف شخصية هزيلة لمدينة أبناء الأرض، وهذا شيء جميل بطبيعة الحال، يعني يكتب لفريق رابطة البيضاوية بالأسد الحاج عقيف قطردين المؤسس وقيوم كرة اليد الوطن. إذا Thank you.